الحياة رحلة، فعلا الحياة يا إخواني رحلة ومحطات، وكل محطة سبحان الله إلها بداية وإلها نهاية. فإحنا لما ندرك هذا الأمر نعرف إنه إحنا مشاكلنا إلها بداية وإلها نهاية. وأنا يعني هاي الإدراك ساعدني كتير في التغلب على تحديات الحياة. يعني من وقت ما أجيت على السويد وتواجهني مشاكل، أو قبل السفر من الفيزا، من عقبات وانتظار وأشهر، وهنا لما أجينا انتظار وقرى، وتعيش في قرى وأماكن بعيدة ومنعزل، فلما تعرف أنه هاي العقبات والتحديات هي في طريقك إلى النجاح، تشعر أنه هي فترة وبس وراح تعدي، فبتشعر في راحة البال مهما واجهك من تحديات، ما تعيشها بتوتر ولا قلق ولا أي خوف، بل تأقلم منها، بل أنه هي قد تكون أنه هي سبب في تفوقك وسبب في نجاحك وسبب في إخراج أجمل ما فيك. فالتحديات في الحياة يا إخواني، والمشاكل قد بعض الناس بيقول عنها مشاكل، بعض الناس بيقول عنها فرص، بعض الناس بيقول عنها تحديات، فأنت اختار المسمى اللي بريحك. أنا بشوف أنه هي تكون كفرص أحلى ما أنها تكون كمشاكل، وتحديات أحلى ما أنها تكون كمشاكل. فإحنا كلنا معظمنا اللي سافروا واللي تغربوا واجهوا تحديات كثيرة في حياتهم، والحياة زي ما حكينا هي عبارة عن رحلة، وهاي الرحلة فيها محطات. ما كل يوم والله احنا بنذوق العسل، وما كل يوم عطلين من الشغل، وما كل يوم يعني الأمور بتمشي 100%، لا، في أيام بتلاقيها صعبة وأيام حلوة وأيام مفرحة. ونوعا ما انه احلى اشي لما انت تختار نوع الرحلة اللي انت بدك تروحها، هيك انت بتكون عندك شغف وتكون عندك صبر وتكون عندك ايمان فيها. فانا لما تكون انت عايش هاي الحياة وانت زي كأنك مختار انك تعيشها وراضي فيها، وتشكر رب العالمين بامتنان كل يوم على هاي النعمة اللي انعمها عليك رب العالمين بهاي الحياة، وتعيشها بحب، خلايا جسمك كلها راح تتفاعل بشكل إيجابي، وراح أنه أنت تصبر، وراح تشعر في متعة كل يوم بمر عليك في حياتك. حتى المشاكل اللي بتمر فيك في حياتك تشعر لها نكهة وطعم خاص، مش زي بعض الناس اللي بيظلوا مركزين عليها وبيظلها المشاكل تكبر، بيظلها معاناتهم تكبر، وبزيد عندهم الأمراض، وبزيد عندهم التشاؤم، وبقل عندهم الإيمان بالله وحسن الظن بالله. فيا أخي الكريم، حاول أنك تعيش هاي الحياة بجميع محطاتها، حاول غير من تفكيرك، حاول أنه أنت ركز على الحاضر أكثر من الماضي. كثير من الناس يا إخوان الكرام سبب تعاستهم أنه هم عايشين في الماضي، فهم بيشعروا بحزن، وناس آخرين عايشين في المستقبل فعايشين في قلق، يقول لك أنا طب شو بدي يصير فيه بعد ما ينتهي عقد العمل، وشو بدي يصير فيه إذا قدمت وما جددوا لي الإقامة، أو واحد تاني بيضلوا إيش يتذكر زوجته السابقة أو خاله أو أي حدا من عائلته اللي توفى واللي كان عايش معه وشو صار معه إلى آخره. فحلو الإنسان يعيش الحياة بيوم، كل يوم بيوم، ويعيش 24 ساعة، ويحاول انه هو يطور من نفسه في خلال هذا اليوم. وشو انا عملت اخطاء امبارح، حاول يكتب شو انا الاشياء اللي حاب اعملها قبل ما انا اموت، فيحاول يكتبها هيك بلستة بورقة عشان يعرف ايش هو بفكر، مش انه يترك الحياة بدون اهداف، بدون كتابة، بدون اي شيء. يمسك له ورقة وقلم ويكتب الاهداف تبعته ويحدد النقاط تبعته عشان تكون حياته إلها معنى وجوهر، مش حياة بس مجردة من الأهداف ومن الاحتياجات. وكثير ناس عايشة في هذه الحياة بتقول لك، تيجي تسألهم أنت شو هدفك في الحياة، بقول لك والله ما بعرف، وشو احتياجاتك، تلاقي زي اللي ضايع ما تعود على هيك أسئلة. فلو الواحد فينا يحاول أنه هو يتعرف على احتياجاته، على رغباته، ويكتبهم على ورقة، ويعرف اهتماماته، ويحاول يبتعد عن الفراغ، لأنه الفراغ بيسبب لنا مشاكل كثيرة مع نفسنا، بدل ما أنه إحنا نستغله في الأشياء الطيبة والحلوة. ممكن نطلع نمشي، ممكن نتفرج على الناس، هاي البلد القديمة في مدينة ستوكهولم، ممكن نعيش ونستريح ونشوف الدنيا بأجمل الألوان. أخوكم رائد مدينة ستوكهولم.